اوكي، سلام شباب صبايا. اليوم بدي حل، هلا بدي حل اكسرسايزز، اثنين اكسرسايزز انا كنت قايل لكم عنهم عن تشابتر 2. اوكي، خلينا نعمل شير سكرين وفرجيكم على الكتاب اللي عندنا اياه اللي قلت لكم عنه. فاذا انا في عندي هذا اللي هون يلي هو بيج 74 نمبر 1.7، شو عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي ميت ماتش ايتش دياجرام ان فيجر 1 يعني هي هاي. اوكي، with its description here assume that the economy is producing or attempting to produce at point A and that most members of society like meat and not fish. Some description apply to more than one diagram and some diagrams have more than one description. اوكي، طيب يعني عم بيقول لي هون انه طبعا انتم مثل ما شايفين كلهم هول فيش ميت فيش ميت فيش ميت كلياتهم فيش ميت. عم بيقول انه السوسايتي از producing اور attempting تو produce ات بوينت اي، سوسايتي موجوده على البوينت اي and most members of the society like meat and not fish. العالم بهذه السوسايتي بيحبوا الميت بس ما بيحبوا الفيش. اوكي، انت بدك تقول لي باي حاله مثلا inefficient production of meat and fish. inefficient production ممكن ينطبق على اكثر من وحده. هل هون A بتكون inefficient production of fish and meat؟ لا، ما بتنطبق عليها لانه انا عم بستعمل كل الريسورسز. على A كمان لا، لانه اصلا ما في يوصل لها. على الدياجرام C هون of course هون inefficient لأنه ال A جوا بقلب ال production possibility frontier، بالتالي أنا I'm not using my all my resources. على ال D كمان efficient، على ال C efficient، وعلى ال F efficient لأنه كلهم على ال production possibility frontier. طيب the question B productive efficiency. productive okay productive efficiency كلهم efficient قلنا هذه efficient، ال A efficient، ال B ما فيني أقول عنه شيء لأنه أصلا impossible، ال C is not efficient، ال D efficient، ال E efficient، ال F efficient. يعني إذا بدكم لميز أنا بين ال A وال B، ال A عم بيقول لي وين بيكون في عندي inefficient يلي هو diagram C، والبي اللي عم بيقول لي وين بيكون efficient يلي هو ال A وال D وال E وال F. طيب C ال question C عم بيقول لي هون ال question C عم بيقول لي inefficient and inefficient mix of output. inefficient mix of output يعني الأشياء اللي عم ينتجها الميكس تاعولها مش مظبوط حتى لو كانت ك production efficient بس هو inefficient mix. أنا بتذكركم هون إنه نحن قلنا إنه must members of the society like meat not fish. طيب هون بال A they like meat وعم ينتجوا كثير meat fine. ال B وال C أوكي عم ينتجوا إذا بدكم more meat less fish. أوكي تركيز أكثر على الميت. ال A تقريبا مثل بعضهم هذا بيكون inefficient mix. inefficient mix لأنه هني لازم يركزوا أكثر على الميت. ليكن ال D هون ال D معظم ال resources رايحة لإنتاج الفيش وعم بنتج بس شوية ميت، بالتالي هذا بيكون inefficient. ال E كمان inefficient لأنه في عندي كتير resources رايحة على الفيش وشوية بس رايحين على الميت. ال F efficient لأنه كتير resources رايحة على الميت. طيب شو في عندي هلأ هون؟ technological advances in the production of meat and fish. technological advance أنا بشوفه هون بالإي بس. أوكي إي meat and fish لأنه الـ PPF طلع لبرا. next the law of increasing opportunity cost. الـ increasing opportunity cost هو لما يكون مثل الـ B مقعر C مثلا البي مقعر اوكي السي مقعر مثل اللي شفنا نحن بال شو اسمه الدي وال
والاي والاف كلهم هول increasing opportunity cost، بينما الاي لا مش increasing opportunity cost. اوكي الاي لا ابدا مش increasing opportunity cost. افرجيكم عليها، بس خليني نخلص السؤال. ان بس هون لكم، اوكي خليني افرجيكم عليها هاي. فرجيكم علي ان شاء الله تضبط معي كنترول فيهم هون. اوكي شوفوا هاي، شوفوا هذا الشيء انه عندي increasing. اوكي شو اللي هي الرسمة اللي هون، هاي الرسمة شوفوا ليش في عندي هون. اذا بدكم هون انا I sacrifice this amount to gain this amount. I sacrifice this amount to gain this amount. I sacrifice this amount to gain this amount. I sacrifice this amount to gain. I sacrifice this amount to gain more. I sacrifice a little to gain more. مثلا كل مرة اللي عم بيصير في عندي إنه أنا I'm sacrificing بس I'm getting more. I'm sacrificing and I'm getting more. معناتها الـ opportunity cost عم تصغر مش عم تكبر. أوكي؟ إذا بدكم تعملوها، ما هو الـ opportunity cost هو slope. رايز اوفر ران، ليك هون الرايز اوفر ران شو كبير، ليك هون الرايز اوفر ران شو صغير، وليك هون بعد شو صار. بس انا قلت هيك لما يكون شكله هيك يكون في عندي decreasing opportunity cost. اوكي اخر نقطه هون بدي احكي عنها، an impossible combination of meat and fish. ما في غير هذه النقطه اللي هي النقطه A. اوكي طيب خلصنا من هذا السؤال، قصدي الدايجرام B. خلصنا من هذا السؤال، بدي أروح على الـ 1.8. A nation with fixed quantity of resources. أوكي إنه resources are constant is able to produce any of the following. Carpet ولوم، carpet looms. مدري شو إني هول carpet looms. أوكي carpet و carpet looms. 0.45, 12.42, whatever. These figures assume that a certain number of previously produced looms are available in the current period for producing carpet. أول شغلة بيقول لي إياها graph the PPF with carpet on the vertical axis. Okay. ذكرها هون with carpet on the vertical axis. The carpet on the vertical axis on. اوكي خلينا نعمل امليه، رح احط هون هون بيقول لي كاربت هون لومز كاربت لومز. اوكي طيب شغل اوكي شو في عندي هون، عندي مثلا الكاربت عندي من 0 لل 60. اوكي خلينا نقول هون 0 هون 10 هون 20 هون 30 هون 40 هون 50 تقريبا يعني approximately، وهون 60. بينما الكاربت لومز من 0 لل 45. اوكي 0 10 20 30 40 50. اوكي طيب خلينا نبلش. اول نقطة بيقول لي 045 وبعدين 1242. 045 يعني هون بعدين 12 تقريبا هون
اوكي. بعدين 2436 24 كاربت 36 هون هون 24 و36 نعلمها هون لأنه نحن رح نحتاجها 36 36 وهون في عندي 42 اوكي. طيب وهون قلنا 24 اوكي. بيرجع في عندي 36 27 36 هون 27 يعني هون تقريبا. Thirty six twenty seven. Okay. صار في اجمع هول النقط مع بعضهم. بين عندي انه ال PPF صار كيرف. شو في عندي بعدين هون؟ 48 15 48 يعني هون 48 15 يعني هون. اوكي. واخر وحده بيقول لي هون 60 0 6 يعني هون بجمع النقط ببعضهم. اوكي طيب مش الحال. هلا هذا الكويشن عملنا شو اسمه. هلا بروح على دي. Does the principle of increasing opportunity cost hold in this nation? Explain briefly what happened to the cost blah blah blah. اوكي هلا فينا نعملها هذه بطريقتين. فيني اقول انا عين مثلا سمي هاي النقطة A وهاي النقطة B وهاي النقطة C وهاي النقطة D. فيني أحسب أنا الـ opportunity cost between A to B يعني الـ opportunity cost of a carpet يلي هي بتساوي YB ناقص YA على XB ناقص XA. الـ YB 24 عفوا الواي بي هي 36 ماينس الواي اي هي 42 على الاكس بي 24 ماينس اكس اي قلنا هون على الاي على الاي قلنا 42 12 42 على A 42 لا هون 12 تحت تحت هون 12 اوكي ماينس 12 فاذا 36 ماينس 42 بيعطيني ماينس 6 على 24 ماينس 12 بيعطيني 12 بيعطيني هذا الجواب هون ماينس 0.5 minus 0.5 يعني opportunity cost بيساوي 0.5. طب خلينا نعملها هي ذاتها ال opportunity cost من ال C لل D C ل D. اوكي from C to D كمان YD ناقص YC على XD minus XC. ال YD هي 48 minus الYC هي 36 على الXD 12 XD تشوف قديش الXD هي 15 على 15 ناقص الXC اللي هي 27 48 minus 36 12 15 minus 27 كمان 12 بيطلع عندي هون minus طبعا بيطلع عندي minus 1. فإذا بالأول من الـ A للـ B كانت الـ opportunity cost بتساوي 0.5 هلا الـ opportunity cost صارت بتساوي 1 و this is an evidence of increasing opportunity cost of carpet لأنه هون في عندي carpet. شو بيسألني بعد؟
Okay. If this country chooses to produce both carpets and looms, what will happen to the PPF over time and why? If this country chooses to produce both carpets and looms, what will happen to the PPF over time? خلينا نوقف شوي هلا بدكم لا. فإذا شو اللي قصده if this country chooses to produce both carpets and looms, what will happen to the PPF over time? Okay. أنا كنت عم شوف يعني looms وطلع عندي إنه looms معناتها ما كانت حياكة السجاد. Okay. فإذا أنا هون بالرسمة هاي اللي عندي إنه هون في عندي كاربت وهون عم بنتج المكنات اللي بتنتج كاربت. وهو عم يسألني هلا عم يقول لي if this country chooses to produce both carpet and looms, what will happen to the PPF over time? كيف تتغير PPF over time؟ يعني خلينا نقول انه انا PPF تعولتي هيك. اوكي. هون كاربت. وهون لومز. انا البي بي اف هيك وانا كنت هون عم بنتج اثنين سوا، شو بده يصير في عندي للبي بي اف اوفر تايم؟ انه انا عم بنتج مكنات حياكه سجاد وعم بنتج سجاد بذات وقت. اوفر تايم شو بده يصير عندي؟ اها معناتها الراس مال عندي الكابيتال عندي والانكريز. او انا يمكن مش عامل شير. برجع لهون، فإذا أنا عم بفرض إنه أنا هذا الكاربت تاعولي وهذا اللومز وأنا هذا البي بي إف عندي هون وأنا على البوينت أي، فإذا I'm producing both carpets and looms. Looms مثل النول أو شيء، فإذا I'm producing both. What will happen to the PPF over time؟ شو بده يصير للبي بي إف؟ لاحظوا إنه لما برجع بعيد لما عم بنتج لومز معناتها عم زيد الكابيتال تاعولي. شو بده يصير لانتاج الكابيتال بعدين؟ شو بده يصير بالمستقبل؟ بالمستقبل البي بي اف رح يتغير عندي، رح يصير في عندي بهذا الشكل هيك. اوكي، لانه صرت قدرتي يعني البوسيبيليتي تاعتي الابيليتي تاعتي تو برودوس كاربت ويل انكريز. اوكي، بينما البوسيبيليتي تاعتي تو برودوس لومز بعدها هي ذاتها، لانه المكنات اللي بتنتج اللومز ما تغيرت. وهيك بكون أنا خلصت هذا الإكسرسايز، ويعطيكم ألف عافية والله معكم.